فيصلي عقيل بلغيت وابراهيم مدخلي في خط الدفاع واللاعب نونو إيسيس اللاعب البرتغالي ايضا. وفي الهجوم الجزائري عبد الملك زيايا مع نايف هزاز، عبد الله دوش مدافع فريق نادي الفيصلي من حكم لقاء الوحده والفيصلي السيد عبد الله القبيسي، يعود او يغيب عبد الله دوش عن اللقاء اليوم بداعي ومحاولات عبد الملك زيايا. كرة خلفية من أحمد دلح، كرة تصل إلى سعود كريري محور الاتحاد واللاعب السعودي الدولي محور المنتخب السعودي أيضا. هناك اللاعب الألباني ميخي ميميلي يعاني من إصابة في أرض ملعب، كان هناك اشتراك بينه وبين دفاع فريق نادي الاتحاد. عموما لاعب الاتحاد يخرج كرة إلى خارج أرض الملعب حتى يتم الاطمئنان على إصابة ميميلي. هذه إعادة، الكرة المشتركة بين ميخي ميميلي، عقيل بلغيث طويلة، كرة في الأمام، لا وجود للتسلل، وميخي ميميلي في المحاولة الانفرادية، كرة أيضا تتخلص من مبروك زايد وحكم اللقاء يوقف المباراة للاطمئنان على إصابة مبروك زايد. كرة أمامية كانت خلف الدفاع الاتحادي، انفرادية مميزة لأبناء هذا المدرب السيد زلاتكو داليتش، وفرصة ثمينة تماما لأصحاب الأرض والجمهور. نتابع مرة أخرى، بالفعل كان باولو جورج يكسر التسلل هناك في الظهير الأيمن لفريق الاتحاد، وانفراد ممتاز من ميخي ميميلي اللاعب الألماني، والمحاولة كانت للتسجيل ولكن خروج كان موفق أيضا. أو الأندية التي ظلت أو الأندية، بالفعل التمريرة إلى نونو أسيس لكن كرة مقطوعة، ملعوبة الكرة في الأمام، المحاولة من إبراهيم مدخلي، كرة طويلة ممتازة، ميخي ميميلي أيضا المحاولة الانفرادية من الناحية اليمنى، ميلي في التمرير، كرة مع وقوع أيضا، أنواع الخداع من صالح الصقري، تصل أمامية، ميخي ميميلي الخطأ عليه، دفع على مشعل السعيد وركلة حرة. الميزة في النشاطات بالنسبة للأندية، يعني لفتني كثيرا العديد من الأخبار، ولكن يعني أن يكون هناك نشاطات لأعضاء الشرف في الأندية. صالح الصقري، صالح يحاول يمرر المرافق لكن الكرة مقطوعة، تصل إلى ميخي ميميلي، كرة مرتدة، ميخي ميميلي يحاول بهجمة وبجانبه أيضا ناصر شراحيلي، بالفعل التمرير ناصر شراحيلي، عرضية لميخي ميميلي والرأسية سهلة، الرأسية سهلة، كرة ثنائية عمر سلطان وإلى ركلة مرمى. هذه إعادة، كرة ثنائية ممتازة كانت لصالح فريق نادي الفيصلي. وكما ذكر محلل الجزيرة الرياضية الكابتن نايف الحربي، يعني الفرص، باسل الفهد 27 سنة لاعب خط المنتصف فريقنا، حاول لفريق نادي الفيصلي، ملعوب الكرة إلى وائل، وائل مرور ممتاز، محاولة للتسديد لكن الكرة تصطدم في صالح الصقري، تعود الكرة إلى ميخي ميميلي، ميميلي يحاول ما يزال يسدد الألباني ولكن الكرة إلى خارج أرض الملعب فوق عارضة مرمى فريق نادي الاتحاد وإلى ركلة مرمى اتحادية. لما يعمل حاجة يعني، واستلم وتقدم ومرر دائما على طول نظرته تكون للمدرب، تكون للفهد إلى داريو جيرتك. خمس دقائق أخيرة الآن تظل من زمن شوط المباراة الثاني والمباراة. كرة من ميخي ميميلي، تقدم اتحادي بهدف مقابل لا شيء، حمد المنتشري، كرة تخرج من حمد المنتشري إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية لصالح الفيصلي، كرة من رمية جانبية، ميخي ميميلي مناف أبو شقير يبعد كرة أمامية لكنها خاطئة اليمنى، كرة لم تخرج، فادي المبارك أيضا كرة طويلة في الأمام، محاولة من ميخي ميميلي مع حمد المنتشري، كرة إلى فادي المبارك، يمر فادي المبارك، كرة من الناحية اليمنى، فادي المبارك بجانبه ميخي ميميلي، ميميلي يرفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء وهنا يخرج بتوقيت سليم مبروك زايد ويستلم هذه الكرة.